بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة السادسة الإعدادي على بركة الله نبدأ بأحكام التلاوة النون الساكنة والتنوين لنتعرف ما هي النون الساكنة وما هو التنوين النون الساكنة هو حرف خال من الحركة يقع في وسط الكلمة أو في آخرها ويلفظ ساكنا في حال الوصف والوصل وتكون في الأفعال والأسماء والحروف مثال ذلك عنهم من انعمت انفسهم انهارا و النون الساكنه هو حرف من الحروف العربيه نون ساكنه خال من الحركه يقع في وسط الكلمه وفي اخرها وفي وسطها وتكون هذه, هذه الامثله عنهم من انعمت وأنفسهم والأنهار فإذا النون الساكنة حرف خال من الحركة التنوين هو النطق بالحركة المضعفة نونا ساكنة فهو نون ساكنة زائدة مسبوق 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 بحركة تلحق آخر الاسم تلحق آخر الاسم هو النطق بالحركه المضعفه نون ساكنه فهو نون ساكنه زائده مسبوقه بحركه تلحق اخر الاسم تلفظ ولا تكتب وينطق بها في حال الوصل وتسقط اين في حال الوقف وعلامتها الضمتان الفتحتان الكسرتان هذه الفتحتان التي نراهما على اخر حرف في الكلمه او الضمتان او الكسرتان هذا نسميه تنوين يلفظ نونا ساكنه يلفظ في حال الوصل اي حينما اصل القراءه واواصل القراءه، لكن هذه النون الساكنه التي تلفظ هذا التنوين الذي يلفظ نونا ساكنه متى يسقط؟ في حال الوقف على الايه الكريمه، ومثال ذلك في حال الوصل ناخذ ناخذ عفوا بعض الايات الكريمه قوله تعالى: وعندنا كتاب حفيظ، كتاب حفيظ، تنوين ضم على الباء فكيف نطقناها؟ نطقناها نون ساكنه، كتاب حفيظ. وقوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، تنوين فتح بعد. ماذا نطق؟ ماذا نطقناه؟ نطقناه نون ساكنه. ان الله كان عليما حكيما وقوله تعالى واوحى الى نوح إن انه تنوين كسر اذا استمر القارئ في القراءه تلفظ هذه الضمتان والفتحتان والكسرتان نون ساكنه في حال الوصل اذا وقفنا على هذه كلمات المباركات في الايات الكريمه هنا يسقط هذا تسقط هنا النون الساكنه كيف نلفظه تعال معي عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبه قوله تعالى لكل اجل كتاب كتاب هنا موجود تنوين ضم لكن بسبب اني وقفت على هذه الايه الكريمه فاصبح هنا تسقط النون الساكنه لا تلفظ، لماذا؟ لاني وقفت على هذه الايه الكريمه. وقوله تعالى: وكفى بالله عليما، عليما، مع العلم هنالك تنوين فتح، لماذا لم الفظه؟ لاني وقفت على هذه الايه الكريمه، لان التنوين الضم والفتح والكسر يسقط عند الوقف. وللنون الساكنة عزيز الطالب أربعة أحكام أربعة أحكام هذه الأحكام هي الإخفاء والإظهار والإقلاب والإدغام نأتي على بركة الله نتناول أول أحكام هذه النون هو هو الإظهار الإظهار عزيز الطالب هو إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجيهما من غير غنة فيقرعه اللسان إذا جاء بعدهما أحد حروف الحلق الستة وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء المجموعة في أوائل كلمات العبارة آتية أخي هاك علما حازه غير خاسر ويقع الإظهار في كلمة وفي كلمتين امثله النون الساكنه ين اون في كلمه واحده من هم في كلمه واحده من عمل انتبه عزيزي الطالب نون ساكنه بعدها حرف العين ون حر نون ساكنه بعدها في كلمه واحده جاء بعدها احد حروف الحلق وهو الح فسينقضون النون الساكنه مع الغين وفي كلمتين من خير من خير والنون مخرج مخرج النون يخرج من الخيشوم صوت الغنه عفوا صوت الغنه يخرج من الخيشوم يخرج من الخيشوم هذه امثله النون الساكنه أمثلة التنوين في حال الإظهار مع بعض هذه الحروف المباركة للتنوين. نتناول بعض منها، نتناول بعض منها. عذاب أليم، تنوين فتح ضم مع الهمزة. جرف هار، تنوين كسر مع الهاء. قوي قويا عزيز، تنوين فتح مع العين غفور حليم تنوين ضم مع من مع الحاء حديث غيره تنوين كسر مع الغين ولطيف خبير تنوين ضم مع الخاء تنوين ضم مع الخاء اذا عزيز الطالب الاظهار هو إخراج غنة النون من مخرجيهما فتصبح ظاهرة بدون تأثير متى يحصل هذا عندما تأتي أحد حروف الحلقة الستة المجموعة في عبارة أخي هاك علما حازه غير خاسر بسهولة احفظ هذا البيت أوائل الحروف الأولى الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين هذا الإظهار بكل سهولة ويسر ليس فيه من الصعوبة شيء الحكم الثاني هو الإقلاب الحكم الثاني الإقلاب الإقلاب جدا عزيز الطالب سهل جدا سهل ليس فيه من الصعوبة شيء هو قلب النون الساكنة والتنوين ميما انتبه إذا جاء بعدها حرف واحد هو فقط الباء الإقلاب فيما مع أي حرف مع حرف واحد فقط هو الباء فقط هو الباء يعني تنون ساكنة مع الباء وتنوين ضم أو تنوين فتح أو تنوين كسر مع الباء وقد يكون في كلمة واحدة وقد يكون في كلمتين مع إبقاء بقاء الغنة اي تلفظ النون الساكنه او التنوين ميما مخفاه ويقع الاقلاب في كلمه واحده او كلمتين امثله النون الساكنه يوم بت يم بت وكلمتين مم بعد مم بعد وامثله التنوين مع الباء سميعا بصيره تنوين فتح مع الباء تنوين فتح مع الباء سميعا بصيره هنا تلفظ نونا ساكنه هذا للايضاح عزيز الطالب وتنطق كانها ميما مخفاه سميعا بصيره سميعا بصيره احسنت ورؤوف بالمؤمنين آيات بينات هذا الحكم بيسر آه ناخذ ايات وامثله على الاقلاب من القران الكريم من قوله تعالى "وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم" تنوين مع ونون ساكنة مع الباء فهنا تقلب اذا كانت نون ساكنة او تنوين اذا جاء بعدها فقط قلنا هو ما من هذا الحرف هو الباء الى ماذا يقلب الى ميمن ميم مخفاه من بعد ايات بينات احسنت عزيزي الطالب الى ان نلتقيكم على بركة الله في تكمله احكام التلاوه سنتناول الادغام والاخفاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته